هنا تجري الأشغال في الكيلومترات الأخيرة من المشروع، بعضها ينفذ من أعلى هذا الجسر الاستثنائي الثاني عند مدخل مدينة تلمسان. أما بالنفق الأشغال انتهت في انتظار التجهيز بهذا الخط للنقل بالسكك الحديدية المزدوج المكهرب بسرعة 220 كيلومتر في الساعة، والذي ارتسمت معالمه بنسبة متقدمة جدا من وادي تليلات إلى تلمسان مرورا بسيدي بلعباس على مسافة 132 كيلومتر. في تلمسان بالنظر لهذه التضاريس وصعوبة الإنجاز يعني فيها 10 كيلومتر من المنشآت الفنية، تقريبا أكملنا كل المنشآت العادية ونحن الآن بصدد إنجاز أو إتمام هذه المنشآت الخاصة والاستثنائية وهي الأخيرة في المشروع. الأعمدة تاعو السونكلوز يعني فارغين الداخل، مستعملين فيهم نظام عمل متطور، يعني سيدي كوفراج يقولون لهم أوتو غرامبون أكور كرو داخل لو بيتون إلي كرو داخل، عندنا دي مور والداخل إلي كرو، وعندك ناشار بونت ميتاليك تاعو توصل إلى 6 متر من العلو، وهذا الجسر قام بوضعه بطريقة الدفع نقولوا لها لو بوساج. من بين 50 جسرا بطول 16 كيلومترا انتهت الأشغال في أغلبها، فيما تتواصل بوتيرة أسرع في هذا الجسر العملاق الأطول الأعلى الأجمل والأحدث من حيث التكنولوجيات المتقدمة والمستخدمة في تركيب المنشآت وفي نظام الإشارة، عمليات تنفذها كوادر نسوية جزائرية اكتسبت خبرتها لدى الشركة الإيطالية المشرفة على الإنجاز. J'ai pris beaucoup de choses, expérience concernant la construction, les choses, les chantiers, comment ça marche, comment ça fonctionne, l'expérience à faire opérer les stratégies, le système de poussage et tout. Les dernières technologies sont utilisées dans ce viaduc. Et nous sommes à peu près en 90% par rapport à par la réalisation. Oui. عندك محطة أرصاد جوية خاصة بالجسر. اللي يعني هي ترصد لي كونديسيون ميتيرولوجيك كيل ترانسمي او تران بور ريغولي سا فيتيس دو باساج سور لو فيادوك دونك بور فوار لو ديغري دي تكنولوجي كي ايتي ميز ان بلاس دون لو كادر دو لا رياليزاسيون دو سو بروجي. إذا كانت الأموال المعتبرة المضخة في هذا المشروع ستمكن الجزائر من أول خط للنقل بالسكك الحديدية فائق السرعة منجز وفق المواصفات العالمية، فإن الذي يجب الاستعداد له ومن الآن تأهيل الكوادر التي تشتغل على تسيير هذا المشروع وعلى صيانة تجهيزاته، لأن الأمر يتعلق بمرفق استثنائي تحكمه الدقيقة والثانية.